هذه الأجواء من صنع أنصار المولودية في سبيل أن يسجل الفريق الانتصار الثالث على التوالي في إشارة للعودة القوية. فهل ذلك ممكن أمام الضيف دفاع تجنانت الباحث عن نتيجة ترضيه بعد مباراتين دون انتصار؟ ولم ينتظر أهل الدار الكثير من الوقت حتى تمكن مرزوقي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 بعد متابعة لكرة عرضية من بمبراهم. الرد جاء بعرضية حداد ورأسية أيت مقران، وجدت الحارس شوشي فأنقذ مرماه من هدف التعديل في الدقيقة 24. ونفذ حشود مخالفة فتابع مرزوقي الكرة التي مرت فوق العارضة لمرمى الحارس خيري. وفي الدقيقة 37 عدل الضيوف النتيجة بكرة صعبة على الحارس الشوشي من القائد جيتون الذي أسعد أنصار فريقه فوق المدرجات. وحاول حشود الرد على ذلك بهذه التسديدة القوية التي حولها الحارس خيري إلى ركنية، وعلى هدف مقابل هدف بين الفريقين انتهى الشوط الأول بين الفريقين. في الشوط الثاني عادت المولودية وسجل بوهن الهدف الثاني بتسديدة صعبة وقوية غلطت الحارس خيري في الدقيقة 53، فاهتزت المدرجات من جديد. غير أن البديل شيبان عاد وعدل النتيجة للضيوف في الدقيقة 69، فصارت المباراة صعبة على الفريقين. وعشر دقائق بعد ذلك انطلق درارجة وتوغل داخل منطقة العمليات واستفاد من ضربة جزاء صحيحة، فأصر عواج على تنفيذ الضربة لكنه ضيع أمام براعة الحارس خيري الذي قرأ نوايا عواج. والله خيرتها جهة وعلى بالي بلي عواج غوشي كروازي، الحمد لله يا رب. من هنا تحولت المباراة إلى مصلحة الضيوف، فقدم عمرا البديل لزميله شيبان كرة في العمق فسجل الهدف الثالث بطريقة رائعة، فصنع بذلك البدلاء الفارق لمصلحة دفاع تجنانت الذي تحول إلى الهجوم بثنائية شيبان. في الوقت البدل الضائع ضغطت المولودية قصد العودة في النتيجة، فحاول دم برأسية بدون جدوى أمام الحارس خيري، وفي المرة الثانية من حشود فوجدت الكرة القائمة الأيمن بالمرصاد لتنتهي المباراة بفوز الضيوف دفاع تجنانت الذي تصدر الترتيب العام.